السلام عليكم. هل الورش الأول والتدريب الأول ولا التمثيل؟ يعني هل الواحد ياخد خبرة من الورش وبعد كده يمثل، ولا ياخد خبرة من التمثيل وبعد كده ياخد الورش والتمرينات، ولا الاثنين؟ طيب دلوقتي هل ينفع لعيب كورة يبقى بيلعب في ماتش مهم جدا يطلع يلعب الماتش ده من غير ما يتمرن؟ أكيد ما ينفعش. طب هل ينفع عازف كمان يطلع في حفلة كبيرة جدا وجمهور كتير جدا من غير ما يتمرن؟ طبعا ما ينفعش. وهكذا بقى على كل المهارات أو كل حاجة لازم الواحد يتمرن، ده حتى المهن اليدوية. محدش هيبقى صنايعي من غير ما يبدأ يبقى الأول صبي، وبعد كده يبقى مساعد، وبعد كده يبقى صنايعي، او تدريجيا يعني اللي هي بتبقى تدريجيا. يبقى كده لازم الاول الممثل ياخد ورش ويتمرن، وبعد كده يبدا يمثل بقى، سواء في مسرح او افلام او مسلسلات او اعلانات او ايا كان ايه اللي هيمثل فيه. ولكن اذا يعني مثلا واحد لسه مبتدئ جاله عرض، يعني جاله عرض مسرحيه او جاله فيلم او جاله اي حاجه يشتغل فيها وهو لسه ما اخدش ورش، يبدا يتمرن يعني ياخد ورش على الدور اللي هو جاي له، ياخد ورش على الدور اللي جاي له، مش ياخد ورش عامة كده كده مش هيبقى في وقت. هو عايز يبقى يعني جات له مسرحية، جات له فيلم، جات له مسلسل او ايا كان ايه اللي جاله، فمش هيبقى في وقت، فياخد ورشة على الدور اللي هو جاي له. طبعا لو سواء كان دور كبير او دور صغير يستحسن ان هو ياخد ورشة عشان يطلع بأحسن شكل. وبرضو اي حد يعني اي حد اخد ورش واشتغل وبدا فعلا انه يشتغل افلام ومسلسلات ومسرحيات واعلانات وهكذا وجاله دور مهم، برضو ان هو ياخد ورشه على الدور ده، يعني هي ده برضو بيطلعك باحسن شكل. طيب واحد يقول طب انا جالي مثلا، عندي مثلا ايه، جالي تصوير على الهوا بكره او النهارده وانا ما اشتغلتش قبل كده، يعني كنت رحت بس عملت كام قص جنرال كده وكام اوديشن وجالي تصوير بكره. طبعا يعني روح، يعني هنا عشان ما تضيعش الفرصه روح وحاول تعمله باحسن شكل انت من ذاكرتك الانفعاليه، من خيالك، من الحاجات اللي عدت عليك في حياتك، من خبرتك، واعمله، حاول انت تعمله باحسن شكل. ولكن مهم لاي ممثل مبتدئ لسه ما جالوش حاجه او لسه في البدايه، مهم ان هو ياخد ورش ثم يبدأ يشتغل. ولكن لو جاله حاجة يشتغلها ولسه ما يعني ما فيش وقت ان هو ياخد ورشة، يا اما ياخد ورشة على الدور، يا اما ان هو يشتغل بخياله ويطلع الدور بأحسن شكل وأحسن حاجة ممكنة. اعمل لايك عشان اللايك بيساعد ان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، واشترك في القناة لو مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، واللي مشترك يتأكد ان زر الجرس متفعل عشان اي حاجه بنزلها يجي لك اشعار كده، او عشان يبان لك بس ان الفيديو وصل. والسلام عليكم.